كنشتغل بائع قهوه متجول كنبيعها في الشارع العام، كنصايبها في المنزل ديالي وكنخرج نبيعها للناس في الزنقه. حيوانه انا راضي عليه، كل تواضع شي حاجه فيها الحلال الحمد لله. الاسم سال قداهي، سن 22 سنة، طالب جامعي وبائع قهوة موسم. الدافع اللي خلاني أنني نخرج نبيع القهوة هو مثلا خلصوا الكرة ومصاريف الدراسة ديال السنة كاملة، حيت خصك منك شهرين باش توفر بها الدخل ديال السنة كاملة. دابا القهوة كندير فيها أنا العشوب اللي كيعطي واحد الريحة زكية. فاش مثلا كنكون غادي في الشارع كندوز محل الناس واخا نفوتو بشحال كيتبعني وعيط لي يقول لي قهوه. انت واحد القدوه للشباب اللي كيخرجوا يخدموا ويعطوا واحد النظره زوينه على الشباب الاخرين اللي عوض ما يخدم كيمشي يشفر ما كيديرش حاجه اخرى. بعض المرات مثلا كاين اللي كيجي كاع ما كيسولك على الكاش شحال داير وكيخلصوا لك وما كياخذهاش كيزيد.